خالد محمد ولدنا صار له سنه متخرج وقاعد لا شغله ولا مشغله، وانا عيالي ما يقعدون بطاليه. من قال لك عطالي بطاليه؟ بالعكس، محمد ياني وقال لي بقدم لك دراسه جدوى حق مشروع. اي مشروع؟ اي خرابير، مشروع هذا ما يوكل خبز. انت ايش دراك؟ بالعكس، الولد قال بيعتمد على نفسه ويبطل بزنس خاص فيه، انا وايد مستانس ووافقت. يا خالد يا حبيبي، هذا وحيدنا، شلون تخليه يشتغل بعيد عني؟ باكر لا سمح الله انت تعبت مرض، من بيجاب الحلالنا؟ شلون يعني اقصبه يجي يشتغل عندي بالشركه؟ اي تقصبه، حمود للحين ياهل ومو عارف وين مصلحته. من الياهل؟ حمود ياهل؟ عمره 24 سنه، شو اربع ثار سويها تقول لي ياهل؟ اي ياهل، ماخذ انت الدنيا وربعه اللي حوله مخربينه وقايلين له بزنس وخرابيط. يا يبا لا تقط الفلوس عند الياهل. يبا صدقيني انا وايد مستانس من اللي قاعد يسويه حمود. حمود يبي يعتمد على نفسه، ما يبي يعتمد على شركه ابوه وفلوس ابوه. بالعكس انا راح اساعده باللي اقدر عليه. انا شايفه غير كذي. شو تشوفين؟ اللي شايفته ان انت تتصل عليه باكر وتجيب الشركه وتقول له هذه وظيفتك وشلون بتكون. حمود راسه يابس وما راح يرضى يشتغل بالشركه. قول لأمك شايفة كذي وبيوافق. كلام متى هذه سوالفك؟ شلون يعني كل شيء عندك بالقصر؟ خلي الولد يشوف حياته، يشوف مستقبله، خليه ياخذ راحته، ما يصير كذي. يعني شلون بنطوله وهي قصيره؟ وانت ايش حقك تعبرين راسي يا عيالك؟ كيفك؟ تصرفه يسوي اللي تبينه. ابي يمسك الشركه من بعدك. افا افا بس افا، من بعدي موتيني وانا حي. بسم الله عليك حبيبي، طولة العمر لك، يعني يومي قبل يومك. بس انا اقول هذا حلالك، حلال عيالي، ما ابي يضيع والدنيا تخوف. اليوم خوش لمة. لا خوش حريم والله. إلا قولي لي محمد، الموالح هذه الكباب والرول، هل انت هاف هذين الصغار شحلوهم استانست عليهم؟ إلا بعرف من وين؟ انستغرام؟ اي والله زين، اسم عليها بنتك وهي حامل؟ اي بعد عمري تدرين يزهبون عشان ولاداتهم. لا انا قلت باخذ الرقم علشان بنتي على وي ولاده، وشفتهم تستانست عليهم والله. الله يسلمك حبيبتي يا بعد عيني، مشكوره مشكوره يا بعد عيني، ما قصرتي. يلا مع السلامه مع السلامه. هلا قويمه. هلا يمه. هلا 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 سجونك. الحمد لله بخير، دامكم بخير. ها واي واي ثقلت بنتي ثقلت. اي والله يما سكتي صرت ثقيله، حتى هالدريتين اللي عند الباب ما اقدر اصعدهم. ما شاء الله حادك يا بنيتي، كان دقيتي اسايق اصفطلك السياره والخدامه تاخذ جنطتك، ولا دقيتي على خيتك بعد يما؟ الا بسالك بتنامين عندنا؟ اي حبيبتي، سليمان مسافر. شنو مسافر؟ وهذا كله مسافر ولا طاق شاليهات وانتي على وي ولاده؟ هذا صدق ما يستحي عاد. يما مسيتشين مو منه، تدرين سفراته كلها مع الوزير. الا كم باجي تولدين؟ ثلاثة اسابيع ان شاء الله. وللحين ما تبين تعرفين شو اللي ببطنك؟
لا 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 انا موصيه الدكتور اصلا اول ما ادش عنده قبل لا يكشف اقول له دكتور ها مو تقول لي حتى سليمان عبال اني اكذب عليه حالاته اول ياهل كذي مفاجاه وي عاد انت بتيبين ياهل يطير الله يهداك شنو هالمفاجاه يا بنيتي لازم تعرفين شنو فيك عشان نرتب عاد توني قاعد اكلم رفيجتي كنت عندهم بنتهم ولدت قاعد اقولها برتب حق بنتي وبطلب لها وبحط لها لازم نعرف يما ولد ولا بنت وردي ولا ازرق لا تحاتين يما انا ماخذه ابيض وبيج يمشي على الاثنين وي كان زين بنيه لا ان شاء الله الله لا يقولها وي ان شاء الله صبي تترسين البيت صبي يعني يردون الروح ايش حلوهم يما ايش فيهم البنات ايش فيهم البنات كاهي تزوجت هدتني وراحت وانتي هم بتتزوجين تهديني وتروحين بس قتيبة اذا نوي يتزوج بيقعد عند امه يشيل امه يحط امه فوق راسه ويا حلوة ويا زينة واي اموت عليه اموت عليه الصدقون حتى لو هو بداره اوله عليه اللي من الله حيا الله اي زين الله كريم ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك الذرية الصالحة بس قومي قومي شيلي جنطة اختك وديها دارها يلا ان شاء الله يما ان شاء الله يلا عشان الخدامة قاعد تذهب العشاء يلا يلا خفي نفسك وهاي يجي هالوقت شوي 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 تعشيتي لا والله يما قلت بتعشى معاكم شو مسوين عشاء مسوين كل خير كل خير مسوينه صواني ترد الروح بس ما اقدر احط لك وي ليش يما يعانى وي انشب لك وولادي حبيبي اللي مسوي له العشاء ما وصل حش علي ما انشب العشاء لما يجي قتيبة بالسلامة واحط لك يما ترى اخواني من امس هم يسألوني عن هذا اللي وصلك البيت وانا ما عارف شو اقول لهم عيست وانا اركع مالك شغل فيهم يسألون اليوم وينسون باكر يما الله يهداك لمتى هالبضاعة تكفين خلاص ما نبيش تروحين يما 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 الله يخليك لا تطلعين اليوم شلون يما اطلع من البيت ايش فيكم انتو سالفتكم ماشي اليوم ماني طالع من البيت بس مو كل يوم باكر لازم اطلع انا عندي زباين وعندي اتصالات لازم اودي لهم الدراريع والاكسسوارات ايش فيكم انتو بضاعتي هذه رزقي اليوم بس بقعد بعدين انتو لا تنسون ان احنا عايشين على هالسالفه هذه خلونا ساكتين انا ما بيش تطلعين لا اليوم ولا بعدين يما انا بشوف لك شغله ثانيه احسن من هذه يا يما عشان خاطري لا تطلعين بعدين يما انت جاي يمشي لك معاش ما اي معاش هذا اللي تحكين عنه انت من صدقك بعدين تعالي الفلوس اللي انت تطلعينها يلا يلا مشي روحك فيها وهالكيك هذا اللي قاعده تسوينه بملابسك ودراستك وخذ جرح خوانتي عارفته ما في داعي اقول لك الفليسات اللي ياخذها حقه يعني البيت كله قايم على راسي وراس اخوك ما تقولي لي بالله شو نسوي والمعاش هذا اللي ينزل قاعده اسدد فيه ديون ابوكم انا يمه ابوي اندرى ولا شافش طالع من باب البيت مع هالجناط صدقيني بيصير في شيء وانت عارف ابوي عند القلب صدقك انت صدقك يصير فيه سكته قلبيه فال الله ولا فالك شو الحكي هذا خلاص بقعد اليوم ماني طالعه بس اليوم يلا عاد مجاملين وروحوا دوركم كليتوا قلبي خلاص حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله يحفظك يا بدر ويطول عمرك ويخليك لي إن شاء الله كلمت محمد يمرك الشركة شفيك الله يهداك نطلع الولد خلقها من النوم مو تتناسى وتقول ما ذكرتيني هذا أنا قاعد أقول لك إن شاء الله إن شاء الله من اطلع من هنا دز له واتساب اقول له برن الشركه اذا قاعد زين كذي اي والله تكفى نبي نخلص من هالموضوع بصراحه الوقت قاعد يضيع ولدك قاعد يضيع الوقت بدراسه مشروع فاشل
أنا بيشتغل بالشركة عندك أنفع. إن شاء الله إن شاء الله. حنون ما تدرين أمش كثر مستانسة لكم أمس من كثر وناسة تسولف تسولف ما خلتني أنام بينام ما خلتني. يا والله يا حليلة خالتي وأنا الحمد لله وايد مستانسة ماني رايحة بيت غريب. صدقين سجى البنات اللي تزوجون يحاتون أمهات ريايلهم بحياتهم الجديدة أكثر من ريايلهم. أما أنا عن نفسي الحمد لله وايد مرتاحة نفسيا. حنون أمي تحبك صح ما قلنا شيء بس أنا أكثر واحدة مستانسة لك وأخيرا بتصير معي واحدة سولف لها وأقول لها عن كل شيء. حبيبتي الله يديمها السعادة ولا يقير ويلا إن شاء الله الفالتش إن شاء الله نشوفك عروس تتزوجين. أنا؟ إيه أنت شنو ما ودش تتزوجين يكون لك بيت وعيال؟ كل البنات اللي بعمرنا الحين يتمنون الاستقرار ويتزوجون. إن شاء الله إن شاء الله. لا ما قلتي لي حمد شلونه؟ وي أخوي محمد حايز بين هالستيديو اللي قاعد يسويه وبين حنة أمي. وي بيبتاع الستيديو؟ عاد صدقين كل البنات اللي أعرفهم يقولون تصويره وايد حلو. أدري سجى بس أمي ما تبي يندمج بهالواية أكثر تبي توظف بشركة أبوي. ليش حنون؟ خلوه ترى كل الشباب اللي بعمر الحين يحبون يفتحون مشاريع بروحهم. أدري وأنا رأيي من رأيك يا سجى بس أمي تشوف غير كذي. يبا صار لي ربع ساعة قاعد عندك لح ما تكلمت ايش فيك عسى ما شر؟ ما شر يبا ماكو شيء. شلون ماكو شيء يبا؟ حنا نطالبني وقايل لي تعال الشركة لما نيجي تقول لي ما في شيء؟ يبا انت فيك شيء بس ما انت عارف ايش تقول. يبا محمد انا فكرت بموضوع المشروع اللي تبي تسويه وغيرت رايي. شلون يعني غيرت رايك يبا؟ يبا انا احتاجك عندي هنا بالشركة أبيك توقف وياي أبيك تجاب حلالك وحلال أمك وحلال أختك أبيك تتعلم الشغل على صورة. أيبا أنا ماني دايب لكم أبيك تتعلم الشغل صح أبيك تفهم بالشغل باكر الناس تلعب حلالكم وانتوا قاعد طالعون. يبا أنت عارف رأيي بهالموضوع أنا مو طموحي إني أشتغل بشركة ويجمع فلوس. يبا أنا مجالي الإعلام الفن التصوير. يبا شو ليش خلاك تغير رايك؟ يا يبا انا ما قلت شيء ما قلت شيء صدقني. يعني انت وقت الفراغ صور على كيفك بس خلي شغلك الاساسي هنا عندي بالشركه ومتى ما صار عندك مجال صور على كيفك. امي صح امي خلتك تغير رايك؟ امك شكو امك ما لها دخل بالموضوع. بس يبا انت كنت موافق ودراسه الجدوى تقريبا خالصه شو اللي خلاك تغير رايك على اخر لحظه؟ أنا فكرت وراجعت نفسي وشفت أن وظيفتك هنا بالشركة هي اللي راح تحدد مستقبلك. اترك عنك هالتصوير وهالخرابيط. أفا عليك يبا بس هذا مو رأيك هذا رأي أمي. ها مود شو تكلمني كذي؟ قام اطلع برا قام قام لا تقعد طالعني قام برا. للحين ما اتفقنا وين بنسافر. والله كيفك حياتي وين ما تبينا نروح نروح. ايه بس انت يعني وين بخاطرك؟ كيفك انزين شنو الدول اللي تحب دائما تسافر لها؟ انا بصراحه ما فرقت وياي وين ما ودك نقضي شهر العسل نروح بس ها قولي لي قبل عشان احجز وازهب الفندق بعد. انزين سولف لي عن دوامك. دوامي؟ ماكو شغل وايد اغلب الوقت مجابل هالتلفون. صدقك
الشغل الماسخ اللي بس طول اليوم قاعد بالمكتب ما تسوي ولا شيء. بالمكان اللي داوم فيه ما تفرق إن اشتغلت ولا ما اشتغلت، أو شدت حيلي ولا ما شدت حيلي. لا المعاش راح يزيد ولا مكافأة راح تنزل لي. يا معودة خليني كذي أريح لي. إيه بس يعني أنا أقول لو تهتم بشغلك وايد أحسن. يعني مثلا إنك تترقى أو تمسك منصب قوي في المكان اللي تشتغل فيه، يعني مثلا يكون عندك طموح وظيفي. أنا كان طموحي إنك تكوني سعيدة معاي ومرتاحة. شفيك ما فيني شيء. خلاص انا توني واصل البيت، خل اخلص واكلمك. خلاص ما فيني شيء. باي. شوفها نايمة، ايش تبي فيها؟ باخذ منها فلوس. يقول ابي فلوس. كم تبي؟ كيفك يبا عادي. يلا. دينارين. لا يبا شلون دينارين؟ اسراف حرام. اي كفو، دينار زين؟ يبا رايح بقالة انا، تكفى بطلع مع ربعي دينارين تقول لي دينار؟ ابي فلوس. لا حول الله. انت لو تصير رادمي حالك حال هالشباب اللي يكملون دراستهم ويشتغلون ويصير لك راتب مو احسن لك؟ يبا تكفى كل يوم نفس الكلام نفس الكلام، الحين تعطيني فلوس ولا اذا ما بتعطيني امشي. زين خلاص خلاص. دينارين زين. يبا تكفى. يلا يلا عطني هون. خلها معاها. عطني يلا. انا يلا ما يخالف. يلا. مشكور. تحب الكعبه. يلا هاي 5 دنانير حق 3 ايام يبا. ها؟ اردك الباجي؟ ايه. يبا يلا باي. يلا يلا. حول ولا قوة الا بالله. الله يهديك بس. يا انا خليته يغير رايه وهذا الصح. ابوك كان بيضيعك بتشجيعه لك على مشروعك الفاشل. مشروعي فاشل صدق ولا انت قاعد تقولين كذي لانه مو داش مزاجك؟ اي مو داش مزاجي. ايش عندك؟ خوش والله. ما يصير يمه، انت تبي تمشين الكل على مزاجك؟ ما يصير. الصقص طول لسانك على امك هي اللي ما تستحي. الحين إذا طلع لسانك بتصير ريال؟ بتطلع رجولتك علي أنا؟ يما أنا مو قصدي، أنا اللي أقصده إن أنت ليش قاعد تدخلين بحياتي؟ لأنك ولدي وأحبك وأبي مصلحتك. أنا كان بإمكاني أقول لأبوك أعطى كم بيزة وخلي يسوي مشروعه هالفاشل، أنا شي خصني؟ لكني أنا أدور مصلحتك ومصلحة أختك. مصلحتي أنا أعرفها عدل، شي ما أحبه ما راح أسويه، ودوام بالشركة ماني مدهوم. خلاص محمد اللي تشوفه، بس ها عطني سويتش السيارة وكرت البيك. فكر بكلامي عدل، فكر بكلام أمك. أنت لازم تداوم بالشركة الصبح علشان تطلع لك بيستين وتفتح فيهم مشروعك وتجابله بالليل، غير كذي ما عندي وكلامي لازم يتنفذ. سمعت؟ حقيقة ما تستحي على وجهي، وترى أنا ما عرفت أحاكيك عدل قدام عيالك.
كل الحكي اللي قطيته قدام العيال تقول ما تحكي. شويه عليك الحكي اللي قلته هذا ولا شيء. المفروض اقول فيك اكثر من كذي لانك انسان جبان. خالد انت ايش تبي مني بالضبط؟ شبي منك شبي منك يا ريال. انا ابيك تصير ريال مو معتمد على مره وعايش على ظهرها. مره تصرف عليك وانت قاعد بالبيت. لم متى انت كذي دوني واطي؟ خلاص اكيد خلاص. ولا انت كيف اطول وياك بسالفه؟ يلا ولي يلا يلا. محمد ادخل. هلا محمد ايش بغيت؟ حنين عندك فلوس؟ اي عندي بس ليش؟ وين مصروفك؟ ابي اشتري عدسه والفلوس اللي عندي ما تكفيني. اي خلاص اخذ من امي ولا من ابوي اكيد بيعطونك. هو اللي عافيك لا تبين طار امي وابوي ما بي منهم ولا شيء. ليش صاير؟ شنو متناجر معاهم؟ حنين ما لي خلق اسولف. عندك 400 دينار ولا لا؟ انا الحين ما عندي 400 يعني كل بالجنطه عندي 350. مو مشكله اعطيني اياهم انا ادبر الباقي. عم بعد شنو هاك بس ها شوف ابيك ترد اليوم بسرع وقت عافي لا توهقني. يوم لاحد ابوي راح ينزل لي المصروف وراح ارد لك اياهم لا تحاتين. خلص اوكي شكرا. عفوا يلا باي باي. مساء الخير. مساء النور. ها ايش عندك يا المطبخ تتسحب؟ يعان يا معودة امي وين؟ امي عندي ارتنا حنان. صدقين بشور صار لي كم يوم ماني قادر انام طول الليل افكر الا اعرف هذه الريال اللي ردت وياها امي بسياره الكشخه منو. تصدق كل ما اسالها منو هذا تصدني ولا تبي تقول له منو. كل ما اسالها تتهرب. يا اخي احس ابوي يعرف شيء بس ساكت. مرة اضافت يوم شاف الريال مبين من وي ابوي انه يعرفه. حسبي الله على ابليسك يا جراحه. رديت حطيت الفكره بمخي مره ثانيه. ها ايش فيك بشرت على هذه امه؟ بعد لازم اعرف مع من ردت هالليل. ذاك اليوم رحت السوق وشفت الشغلة وايد حلوة بس باخذك ماي عشان تقيسينها. صدق يمه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يمه. قولي. إيش فيكم أنت يا محمد؟ شنو صاير بينكم شيء؟ هالولد لا تبي لي طارية. يتفنن إنه يعاندني ويغثني ويرفع ضغطي. عنيد وما يمشي إلا اللي براسه. الله يهدي النفوس بينكم. هو رايح لا يكون انتي ما عطيته فلوس. لا 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 انا ما عطيته شيء كلش ما عطيته شيء. يديري بالك مو تعطينا يفسفس البيزات على العدسات والكاميرات والخرابيط. يديري بالك وبعدين ما يحمد ربه بس يعاند امه وابوه ويمشي اللي براسه. عاد تبين الصج يمه من غير زعل؟ ما شاء الله اخوي محمد وايد موهوب.
انت لو تشوفين عندي البنات بالجامعه ايش كثر يانين على الصور اللي يصورهم ينزلهم بانستغرام، حتى لدرجه يبوني اخذ لهم مواعيد بس عشان يصورهم. واي واي ايش كثر ميتين على تصويره ما شاء الله، بتنصدمين يمه. لا واذا كذي ميتين على تصويره ليش ياخذ منك فلوس؟ ليش ما يطلع فلوس من هالكاميرتين اللي عنده؟ يمه هو يبيكم تساعدونا علشان يفتح الاستديو اللي يبيه عشان يعني يبلش البزنس ماله. الله والبزنس عاد، بس عاد لو وعتي كبني انت وابوك بزنس وبزنس حبيبتي. اي بزنس؟ ما حد قلب راس حمود علي غيرك انت وابوك، انتوا الاثنين ساس البلا. يمه حبيبتي هدي بالك الله يهديك، بصراحة أنا وأبوي نشوف أخوي محمد اللي قاعد يسويه مو غلط. يما أنت كله توقفين أبوي محمد ما أدري ليش. سمعيني عدل، إن ياك مرة ثانية قولي لأمي تقول لك استديو ماكو مش بوزك، أما تصير ريال وتجابل الشركة والحلال ولا ترى ها أمي بتزعل عليك وقلبها بيكون غضبان عليك. سمعتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصل قتيبة؟ لا بعد ما وصل قتيبة. آخ يا ربي كم الساعة؟ يما الساعة 12:30 بالليل. الله يا ربي وين راح الولد يا ربي؟ يعني وينه؟ بالدوانية. تأخر زين انت حقي قعدتيني، روح انت ذل في خمدي قاعدة مجابلتني كنك يني. هاي ذاتي يماني خايفة عليك؟ فيني ما اقدر انام، احط راسي على المخده دام اخوك مو بالبيت. روحي انتي طسي ونامي، مالك شغل فيني. كلك قتيبة استغفر الله. اخوك هذا انسان مو محترم، الظاهر ما عرفت ربي عيل انا ابوي يرد علي بهالطريقه. صبي عنده، اشتغل عنده انا. يبا ما عليه، يمكن كان معصب، وبعدين لا تلومه، هو من زمان متحمس حق هالمشروع مخطط له، يعني اكيد بيزعل. طير فيه طيره مشروعه، ما ادري ايش بيسوي الحين، ببطل بنك. انا لو مخافي من الناس انه يسمعوني بالشركه كان قمت ورنيت راشدي عشان اعرف شلون اتكلم مع ابوه. ما عليه يا خالد، محمد خلي عليه، انا بربي لك اياه وبسمعه وبتشوف. يلا وريني شطارتك وخلي داوم بالشركه. قسما عليه بيداوم بالشركه، هذا مو خيار هذا فرض. خلي عارف ان عدساته وكاميراته ما راح تفيده بشيء. السلام عليكم. هلا 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 امي، هلا 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 حبيبي، هلا يمه، هلا هلا. هاي ما ماكل؟ تبي اذهب لك عشاء احط لك شيء؟ لا مشكور يمه، ما نمتوا؟ يمه شلون ننام وانت مو بالبيت؟ ما نام انا، بس الحين بنروح ننام افا عليك، الحين نصعد فوق. يا رعي يا يمه، انا حدي دايخ وبحط راسي وانا باكر وراي دوام. تصبحون على خير. ويعان؟ لا يمه حبيبتي لا اي والله حبيبي. مشكوره يلا تصبحون على خير. اشرب ماي قبل لا تنام ان شاء الله. يمه بسم الله عليك الرحمن الرحيم. اشوه خلاص استانستي؟ شرف السلطان قتيبه، ممكن تشين نامين؟ تشفيك سلطان؟ السلطان مو احسن من ولدي. دفي قمي قمي روحي نامي يا هيام. قمي. اي والله شرف السلطان. يعني إذا كلمتك كل يوم الصبح شلون ما استانس؟ حياتي وينك أنت بالجامعة؟ موفقة يا رب. سمعيني يلا عاد خلصي دراستك بسرعة تخرجي. شنو ليش بعد؟ إما عشان أكلم أمي وأبوي عنك. يا بعد عمري شنو شو مقعدني هالحزة؟ ماكو والله. ناطر ابوي ينزل ابي اكلمه بموضوع. دايبه مو موضوعك فيك انتي.
كاكاو ونزل شوي كوب شاي. باي. صباحك الله بالخير يبا. يبا عسى ما شر. ليش اصبح عليك ما ترد علي؟ متى ما تعلمت حاكي ابوك عدل وتحترمه، تعال وقف قدامه وصبح عليه. يبا انا ما سويت شيء غلط. ما سويت شيء غلط؟ تهدني كذي قاعد اكلمك بالشركه وتعطيني مقفاك وتمشي، كني اهل تقول لي ما سويت شيء غلط؟ يبا انا اسف ما كان قصدي، بس تضايقت من تصرف امي. لانك ياهل. اي لانك ياهل. ما تعلمت معنى الرجوله. يوم جابلني وانت صغير كان تعلمت شلون تصير ريال وتحافظ على اعصابك ما تفتلت باي وقت. صير ريال حق نفسك. الوكيل بنتي بدرية. بس عادي يا أميرة، بس من يتج وانتي قاعدة ترى مالي قلب أشوف كذي. ما خلى كلمة ما قطع علي بالسيارة طول الطريق وأنا ماشي، حتى لما وصلني البيت شاف بدر. أهان بدر قدام عياله، ماكو أصعب على الريال إنه ينام في بيته وقدام عياله. على قولتك هذه ما هي سواته، سوات مرته. حسبي الله ونعم الوكيل. نيرة، نيرة وين سرحتي؟ الجنطة هذه والبضاعة اللي أنا ماشية فيها أنت تدرين هي اللي عزتنا وهي اللي رازتنا وهي اللي قاعد تصرف علي في البيت أنا وعيالي، وأنت تدرين العيال هالمكافآت اللي ياخذونهم يلا يلا على القد. إنزين أنت الحين شو اللي مضايقك؟ بدر، بدر زعلان علي ويقول لي بطلي بيع هالبضاعة هذه، ما يبيني أروح من بيت لبيت وبيها. بس انتي عارفة اني انا معتازة، والله اني ابي كل فلس، بس اخاف انه يدري ويزعل علي، وانتي تدرين ان صحتي على قدك. قلبه يا عورة يا بعد قلبي انتي. سمعيني، يبي بضاعتك واغراضك وشغلك كله وخليه عندي بالبيت، وطلعي من عندي للحريم ولا من شاف ولا من درى. بعد عمري يا حنان طول عمرك حاسه فيني، وتدري اني انا ايش كثر محتاجه الفلوس هذه عشان بيتي. بعد عمري والله اني احبك واموت عليك. حبيبتي انت، طول ما انا موجوده لا تشيلين هم، انت رفيجه عمري. يا بعد عمري يا حنان، يا بعد قلبي، طول عمرك تشوفي يلا لا يحرمني منك يا بعد قلبي. ولا يحرمني منك حبيبتي. ألو، الحمد لله على السلامة. وصلت الفندق؟ أنا الحمد لله أوكي، والبيبي بعد الحمد لله أوكي. حياتي أنت، حط بالك على نفسك ولا تخليني حاتي، طمني كل شوي بالواتساب. أوكي حياتي، مع السلامة.
يلا يمه عاد انا سويت لك البيض بيدي هتروح الدوام بطنك فاضيه عاد ما يصير هاك مستورة يلا عطني خبزه عطني اسوي لك بعد لفه ان شاء الله تحوفينا حوف نفس ما تحوفينا تسري على مسراي يسمع